السلام عليكم، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في قناة المهندس المعماري. اليوم ندير لكم فيديو من أكبر مطار في أوروبا، مطار إسطنبول الدولي. مطار كبير بزاف صح، فيه بار اكزومبل هادو لي بورت هادو ولا كيف عيطو لهم، فيه 10 فيه 20، معنتها يقدر يستقبل 20 طيارة في نفس الوقت. هنا 11 لي 10 وزيد هبط حتى لتحت، يبدا بالان ويجي ومنها كيف كيف، منها هاي 18 19. ايروبور كبير بزاف، فيه قاع المستلزمات بصح كلش بالدراهم. بار اكزومبل هذه اللي لقاوها احنا عندنا باطل، هذه بالدراهم، هذو اللي هزو فيهم الكابات. تخلص 20 ليرة، انورو. شونج كاين لي سانيتير، دي سباس كوميرسيو. هذا السقف شبابه، هو جديد على كل حال. اسطنبول على حسب واش شفت فيها دوز ايروبور، هذا جديد الاكبر في اوروبا. كيما دروكا وقلع هذا جا الطياره او بدخلوا او بيخرج الكابات. هذو لي زيسباس كوميرسيو، حاجه اللي ما عجبتنيش ما فيش لي بريز وين شارجي، ما كانش، والكراسي تاعو مش ملاح للركود، يلحق في الليل والله باسي. هنا هم يبيعوا، هنا يبيعوا الدخان وشراب ولي بوتيك هذو. هم كراسة تاعهم، او في بارتي واحدة اخرى، هذه برك في كيما يقولوا لاريفي ديباري، حاجة اخرى ثانية. يبقى على خير خالتي.